السلام عليكم الكويدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا على خير وبخير، احوالكم طيبه، يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كيف كنقول لكم دائما يكون القلب ديالكم مرتاح ويكون العقل ديالكم مطمئن ان شاء الله، وتكونوا في احسن الاحوال. وانتم كتشوفوا معايا هذا الفيديو كنبغيكم بزاف كيف ما كتعرفوا. شكرا لكم بزاف 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 على التفاعل ديالكم، على لي ميساج زوينين، على التعاليق، على اي وحده كتعطيني من وقتها وتشوف لي فيديو. ما تنساوش انكم تهبطوا لتحت لصندوق الوصف، غادي تلقاو الانستغرام ديالي، تما كنحط فيه دي ستوريات زوينين، كنحط فيه هكا التصاور ديالي، الناس اللي مهتمه والناس اللي عندها مع الانستغرام. وبارفو كنحط فيه هكا يا اسئله الا بغيتو تسولوني ولا شي حاجه. المهم غادي تلقاو الانستغرام في صندوق الوصف. غزاله ديالي هاد النهار هذا ديال الاربع، وليداتي كيقراو غير نص النهار ديال العشيه، كيف كيخرجوا في 12، وغادي نهبط عند ماما نجمعوا كاملين ان شاء الله بينا انا واختي. كاينه حتى اختي اللي ما كتسكنش هنايا في سلاتة، هي كاينه اختي اللي حدايا هنا. مهم راجلي وراجل اختي كاملين بينا، غادي كيف قلت لكم كاملين بينا غادي نجمعوا عند ماما. غادي تصاوب البسطيله ديال الحوت. مهم غادي نمشي، غادي نحاول انني نبارطاجي معكم، غادي نديروها للعشاء ان شاء الله، غادي نحاول باش يكون حتى بابا ويكون كلشي سلام للخدمه. غادي نبارطاجيها معكم، نوريكم كيفاش كتصاوبها ماما، شنو كدير فيها، شنو المقادير، شحال الكبر اللي فيها. مهم كلشي غادي نبارطاجيه معكم. خليكم معايا دابا، كنتسنى غير راجلي يجي باش نهبطوا ان شاء الله. المهم انتم معايا، شنو ما درتوا هذا النهار غادي نبارطاجيه معكم. بنات انا وصلت عند ماما، لقيتها تقدات الحوت، تقدات كلشي، وغسلاته ونقاته وحطاته. كنتسنى غير باش نمشي نصايبوها انا وياها ان شاء الله. وصافي هذا ما كان، انا نمشي نقلب لكم الكاميرا تما ونوريكم شنو تقدات في الحوت وشنو اللي نقات وشنو اللي خلاته. بحال دابا الكروفيت شي وحده تخلاتهم باش يجيو هكايا من الفوق. مهم انا غادي نقلب الكاميرا ونوريكم شحال خدات ديال الحوت وشنو النوع اللي خدات. صراحه حيتاش اليوم الاربع ما لقاتش الحوت موجود، طلعت غير لهنايا من السوق اللي حدانا ديال تبركت، ما لقاتش الحوت موجود. ولكن المهم داكشي اللي لقاتو راه هي خداتو. هو هنايا خدات 2 كيلو ديال الميرلا، ها هي الكبيره، راه عيامي عزلها الكبيره. خدات 2 كيلو وخدات 2 كيلو ديال الكروفيت، ها هو هنا نقاتو وقداتو وخلات هادو هكايا للدريساج من الفوق. وهنايا 2 كيلو ما لقاتش الكالامار، لقات غير هادي تيقولوا ليها لاشيز، حتى هي راها بحال الكالامار. صافي هادشي اللي خدات. المهم غادي دير فيها الكالامار ودير فيها الكروفيت ودير فيها الميرنا. صافي هادشي اللي كاين. المهم 6 كيلو، 6 كيلو ديال الحوت، جوج جوج جوج. وصافي دايا توجد لي زانغريديون، وديك الساعه نبارطاجي معكم كلشي كيفاش غادي يدار. على بركه الله هنا البنات، اول حاجه درناها هي ان شديت كوكوط بحال هكا، درنا فيه ورقه ديال سيدنا موسى تقريبا 5 ديال الحبات ولا 6، وكتزيدوا الماء سخون وعلى داك الماء كتخليوه يغلي 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 مزيان، كتزيدوا عليه الحامض، كتقطعوا هكايا الحامض دواور. ها نتوما كيف ما كتشوفوا، مهم الفيديو كامل راه شرح راسو براسو. وهنايا زدت شويه ديال الزعتر، مهم شويه ديال الزعتر والحامض، ورقه ديال سيدنا موسى، الملحه ما كديروا شويه غير شويه وصافي، وغتخليوه يغلي يغلي مزيان باش هذا الماء هذا هو اللي غادي نسلقوا فيه، هو اللي غادي نسلقوا فيه الكالامار. وخاص الماء يكون غليان مزيان. هنا صافي ملي غادي تشوفوا الماء غلى غادي تحيدوا منه هذاك الحامض ورقه ديال سيدنا موسى، وغادي تزيدوا الكالامار. الكالامار تقريبا من 5 حتى ل 8 ديال الدقائق، خاص الطياب ديالو يجي زوين، كيجي بحال الزبده البنات، الا خليتوه بزاف راه كيقصح، الا طاب فوق الجهد راه كيقصح. صافي من بعد صفينا داك الكالامار حطينا هكايا على جنب، وداك الماء اللي بقى هو اللي فيه غادي نصايبوا هاد الشعريه الصينيه، هو اللي فيه غادي طيب الشعريه الصينيه. كيف ما كتشوفوا معايا استعملنا هادي ديال الروز، هي اللي زوينه كتجي زوينه. ودرنا كيف ما كتشوفوا هنايا الماء في داك الماء اللي طاب فيه الكالامار. من موراها دزت باش نصايب هاد الشامبينيون البيض، كيف ما كتشوفوا وريتكم الطريقه كيفاش كيتنقى، كتحيدوا له هذاك الرجيلات صافي وكتنقيوها. راه ساهل، تقدروا انكم تنقيوه حتى بلاموس، وحتى هذوك الرجيلات البنات حتى هما استعملوهم، يعني حتى هما تيتنقاو وكيتقطعوا.
صافي انتوما كيف ما كتشوفوا كتقطعوهم على هذا الشكل هذا. المهم التقطاع كيبقى على حسب نتوما. هنا غادي ندوزوا باش نصايبوا الشرموله اللي هي كلشي هي البسطيله. هنايا عندنا الربيع تقريبا واحد الكونتيتي، هنا 3 د المعالق ديال الشرموله ديال الحوت، العطريه ديال الحوت، و6 ديال الفصوص ديال التوما محكوكين. وانا حاولت انني نتقل هنا باش تمشيو معنا بلي زيتاب. هنا تقريبا غادي ديروا معلقه كبيره ديال الثومه بودره. هنا البنات حنا تقريبا 6 كيلو ديال الحوت، هاد لي زانغغيديون اللي كتشوفوا ديال 6 كيلو ديال الحوت، حامضه مصيره مقطعه، وكدير واحد المعلقه ديال الهريسه، المعلقه ديال الهريسه على حسب الذوق، شويه ديال الخرقوم البلدي، وغادي تزيدوا عليها شويه ديال السكينجبير هكا. مهم الفيديو راه شارح راسو، انا غير كنزيد نشرح لكم وصافي. وغادي تزيدوا شويه ديال الابزار، الملحه ما كديروهاش. هنايا المعلقه ديال التحميره، وغادي تضيفوا مهم كيف ما كتشوفوا معايا التحميره، وغادي تزيدوا لاصوص صويا. هذه هي اللي كتبنن، هي اللي كتبنن وكتجيب، راكم عارفين كتبنن، كتجيب البسطيله ديال الحوت زوينه. مهم تقريبا واحد 4 ديال المعالق، 4 د المعالق 5 على حسب نتوما، الا كتعجبكم ديروها، راه ما غادي تضر حتى شي حاجه. وغادي ديروا الضامه ديال الكنور ديال الحوت، وهاد لي زانغغيديون كلهم غادي تضربوهم هكايا بالميكسور باش كتجي هكايا الشرموله كتجي عاقده وكتجي زوينه. هنا البنات درنا جوج ديال الكنورات حيت كيف قلت لكم، وكاس ديال العصير ديال الحامض، كاس كبير ماشي كبير، كاس مهم، كاس ديال العنبه ديال العصير ديال الحامض. مهم وصافي غادي تطحنوا هذا الشيء كامل هكذا. وهاد الشرموله راه هي الاساس، من وراها شدينا بحال هكايا الميرلان اللي غادي تدخل للفران، شديناها وشرملاتها ماما حفلحاتها مزيان ودخلات فيها داك الشرموله مزيان، وغادي تحطوها في الفران. من وراها غادي تاخذوا بحال هكايا معلقه باش غادي نسوطيو فيها الكالامار والكروفيت، غادي ديروا معلقه ديال هكا الزبده وزويته بلديه، وغادي نزيدو عليها الكروفيت باش غادي نسوطيوه. راكم عارفين يعني الكروفيت خاصو ضروري تسوطا باش كيجي بنين. غادي نزيدو عليه الشرموله كيف ما كتشوفوا، داك الشرموله هي اللي غادي نحتاجوها في كل شيء. غادي نسوطيو بها هنايا الكالامار، وغادي نسوطيو بها حتى نسوطيو بها الكروفيت، وغنسوطيو بها حتى الكالامار كيف ما كتشوفوا. من بعد ما تسوطى حيت الكروفيت كيطلق الماء، حطيناه بحال هكايا في الشبكه حتى يتسقطر مزيان، ودزنا باش نصايبوا الكالامار. ودابا نتوما كيف ما كتشوفوا كيطلق الماء، غادي يتصفى بحال هكا، تخليوه يتصفى، وهذاك الماء ديالها غادي تحتاج، الماء ديال الكروفيت غادي تحتاج. مهم هنايا عاوتاني زدنا تنصوطيو فيها هذا لي شامبينيون بنفس الشكل حتى هما وبالشرموله. داكشي علاش خاصكم تصايبوا الشرموله، تصايبوا واحد الكونتيتي الا كنتو عندكم كونتيتي ديال الحوت بزاف. وصافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا الحوت ها هو، يا الميرلان تحيدات ولات غير هبره، الكالامار حتى هو وجد صوطه. هنايا هاد البنات هنايا كاين الفرماج الاحمر، شويه د الملحه وشويه د البزار، والفرماج المثلث، وغادي نمعسوهم مزيان، والثومه بودر باش غادي نعمروا بهم البريوات. هنا زدنا على الشعريه الصينيه بعد ما تسقطرات مزيان، زدنا عليها الحوت كامل والشرموله، وغادي نخلطو مزيان مزيان مزيان، وزدنا الفرماج الاحمر باش غادي نبداو نعمروا ان شاء الله البسطيلات ديالنا. من بعد ما دهنا الطاوه بشويه ديال الزبده ولا الزيت، مهم اللي بغيتو نتوما، كتبقاو تطلقوا الورقه ديالكم. راكم عارفين تقريبا كلشي كيعرف يطلق الورقه ديال البسطيله، كتفرشوا الجناب بحال هكايا تيكونوا مكروازين، وكتحطوا في الوسط وحده باش كتجمع داك الشيء كامل. ومهم نتوما يا كتفرشوا نتوما كدهنوا بالزبده والزيت باش كتجي مقرمشه. وصافي هنايا البنات هذه الطاوه ديال 45 الطاوله الكبيره ديال 45، كديروا الكونتيتي مليحه مزيان، وكترشوا عليها الفرماج الاحمر، وصافي كتزيدوا عاوتاني تعمروا بحال هكذا، وكتخليوا داك الحوت الهبره هو الاخر كيدار هكا كيدار من الفوق. كديروا الطبقه والفرماج الاحمر، وديروا عاوتاني الحوت الابيض، وديروا عاوتاني طبقه واحده اخرى، وديروا فيها بحال هكا يديروا الفرماج، وتزيدوا عليها الحوت الهبره الميرنا اللي بقات. المهم على حسب كل واحد الطريقه اللي كيصاوبها، وكل واحد كيفاش كيبغيها، وكل واحد كيفاش مشهيها. حنا بغينا نديروا فيها غير هذا الشيء، واكتفينا بهذا القدر هذا. وصراحه عجبتنا، وتجمعنا كاملين بين العائله، يعني انا وراجلي واختي وراجلها واختي وكل شيء كاملين بينا تجمعنا. وصافي وانتم غتشوفوا معايا الريزولتي. المهم الغزاله ديالي كيف ما شفتوا معايا الله وجدناها، صايبت ماما غير لوحده، وصافي صورت انا غير وحده، وهي راه باقا كتصور كتصاوب في الثانيه، حيتاش تبارك الله 6 كيلو عطاتنا. راكم شفتوا تبارك الله الخير اللي عطات، غادي تعمر جوج والكبيره، يعني في الطاوله الكبيره ديال 45.
هو كنا غادي نكومونديوها حتى قديت مع السيده وكلشي وقالت لي 800 درهم باش كتصاوب ديال الحوت صافي. وفي التالي وتعيت لي ماما قالت لي علاش غادي تكومونديها ب 800 درهم اجي نصايبوها حنايا. وداك الشيء اللي كان وصراحه تقامت التقديه ب 500 درهم باش تقامت صافي. وكيف ما شفتوا معايا ماما صاوبت. المهم حتى توجد ان شاء الله وغادي اجي حتى توجد وغادي ندريسيو هذاك الساعه ونوريكم. هيا ريتا مريضه مسكينه. يلا وهدري انت بنتي يلا قولي شنو بغيتي تقولي. قولي قالت لك بغات تبان معايا. يلا قولي مريضه مسكينه فيها السخانه يا كاريتاج. ماما ما تهضري كنهضر مع البنات. شكون بنات؟ اسماء. شكون اسماء؟ اسماء صاحبت هناء. اه مع اسماء صاحبت هناء. وطاطا سارة. المهم غزالات ديالي كيف قلت لكم حنا تجمعنا كاملين هذا النهار وغادي نتعشاو هنايا وغنحاولوا نتعشاو بكري كاع داك التسعود ماكسيموم يكون في الدار باش الدراري ان شاء الله ينعسوا حيت غدا المدرسه. وصافي هذا الشيء اللي كاين. المهم حتى توجد وغادي نوريكم وكنتمنى لي زيطاب اللي وريتكم في الاول تكونوا فهمتوهم ويكونوا جاوكم ساهلين في الفهم. راه صراحه سهله ما فيهاش بزاف ديال لي زانغريديون اللي غادي يدوخوكم ولا سهله غير تبعوا الطريقه. واخا تكونوا اول مره صوبتوها غادي تجيكم زوينه راكم عارفين ملي كيكون هكا يا لي زانغريديون كامله وكتكون وبالحوت راه غادي تجي زوينه. وصافي هادشي اللي كاين. المهم حتى توجد وديك الساعه غادي نوريكم الدريساج وغادي نوريكم كيفاش جا هذا الشكل النهائي. ها هي البنات وجدات شوفوا تبارك الله قداش جات كبيره. هذه راه فيها 45 سنتيم تقريبا. الدريساج درنا فيها هذا الفرماج الاحمر والبريوات اللي شفتوا معايا كنصاوب وهنايا الكروفيت هذا مصوطي وصافي والحامض. ها نتوما شوفوا تبارك الله قداش خرجت لنا جوج. هادي وهادي هادي هي عاد كتصاوب ليها غادي تدير فيها هذا لادان دفيمي وشلاضه. ها هي شلاضه وصافي والمناضه. هادشي اللي كاين ها نخليها ترجع خصني ندير. المهم ماما تبارك الله كيف قلت لكم خرجوا جويجات وهذا مكان غزالات ديالي. حنايا غاديين بحال هاد الدار باقي الحال تقريبا يلاه تسعود جلسنا تفرجنا في هذا في مع الكاميرا طلام تفرجنا في الماتش و حقيقة ديالي ها هو في طويصه. هذا تبارك الله صافي جوج ما قديناش ناكلوهم قديناش ناكلوهم بجوج بيهم وصافي. مهم نمشيو دابا يا للدار ومن وراها ايح الله غادي نشوف شنو غادي نزيد نبارطاجي معكم موراها. نقدر نزيد شي حاجه نبارطاجيها معكم ولا غادي نكتفي غير بهذا الشيء. المهم ها انتم معايا.